طيب خلينا برضو، لسه كنت بتكلم انا وانت عن الصعود للدوري الممتاز، وكان اول الصاعدين نادي زد ثم نادي بلدية المحلة، الحقيقة نادي بلدية المحلة. النهاردة النادي الأهلي وجه التهنئة لمجلس إدارة نادي بلدية المحلة، وأحطها لي يا شباب، على صعوده للدوري الممتاز بعد غياب 15 سنة أهو أمام حضراتكم. النادي الأهلي يهنئ نادي بلدية المحلة بالتأهل للدوري الممتاز. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة الأعضاء مجلس الإدارة يتقدمون بخالص التهاني إلى نادي بلدية المحلة ومجلس إدارته والعاملين به بمناسبة الصعود إلى الدوري الممتاز، متمنين له التوفيق والمزيد من التقدم في المرحلة القادمة. طيب معانا على التليفون المهندس مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة. باشمهندس مصطفى ازي حضرتك وألف مبروك. كابتن اسلام ازي حضرتك، اخبار حضرتك ايه؟ يا رب تكون بخير وعيشنا جدا. ربنا يخليك يا حبيبي. بسلم كل اللي بتتابع حضرتك. يا باشمهندس الف مبروك. الله يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. يعني مجهود كبير جدا جدا، وعوده بلديه المحله الحقيقه، يعني لما بنقول بلديه المحله نقول الحاج محمود الشامي، نقول اسماء كبيره جدا، ولكن عوده بلديه المحله تقول ان شاء الله عوده الانديه الجماهيريه مهمه جدا 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 خلال الفتره اللي جايه. يعني طبعا اولا بس انا حابب يعني طبعا اشكر كابتن محمود الخطيب وكل مجلس الاداره فرض على التهنئه، وكل الانديه اللي هنت يعني دايما ده مش غريب على النادي الاهلي، دايما هو سابق ومتقدم في كل شيء. الف شكر ليهم. طبعا الصعود رحله شاقه جدا جدا يا كابتن اسلام. طبعا الحقيقه بقالنا سنين كتيره جدا، 15 سنه. نافسنا فيهم مرتين، لكن حقيقه الحاله اللي كانت موجوده النهارده السنه دي. ومين كان رئيس النادي من 15 سنه؟ طيب تقدر تقول لي؟ الحاج محمود الشامي. الحاج محمود كده هتسخنوا مع بعض كده. الحاج محمود الشامي. الحاج محمود ده كبرنا كلنا يعني، ربنا يديله الصحه يعني. اتفضل. ربنا يخليك يا كابتن. فالسنه دي الحاله اللي كانت معموله الحقيقه كانت يعني كان في اكتئاب غير طبيعي من المحله كلها حوالين الفرقه والجهاز الفني كمان. احمد عبد الرؤوف عشان برضه اديله حقه، كابتن احمد عامل مجهود كبير جدا 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 على مدار السنه. يعني ما كانش بيسيب تفصيله صغيره الا لما كنا بنقعد نتناقش فيها وبيتدخل فيها وبيذاكرها ويفكر فيها مع مجموعه اللعيبه مع الجهاز الاداري كله، كابتن حامد حلو رئيس جهاز الكوره، كل الناس مستحضر مجلس الاداره اللي موجود. احنا مجلس الاداره كله شباب. لسه كنت هقول لك، انا عايز احييك بس قبل ما تكمل، انا عايز احييك واحيي مجلس ادارتك على، انا هتكلم هنا على حاجه فنيه، حاجه تخصني، ان احمد عبد الرؤوف يعني اعتقد 35 36 قدك يا ابو مسلم، 37 اكبر يعني او 36 37 سنه، يعني برضو شاب صغير ان انت تعتمد عليه ويصعد مع ويصعد معاك او يبقى يكون له دور كبير في الصعود مع طبعا مسانده من مجلس اداره شاب برضو على راس مجلس الاداره. اعتقد التجربه الشبابيه تجربه ناجحه. برافو عليها. بص يا كابتن، طبعا انا عايز اقول لحضرتك ان احنا انا حاولت كتير جدا لما كنت انا امين صندوق قبل كده ان انا اعمل التجربه دي، لكن الحقيقه اللي ساعدني في ده ولازم يكون حقهم مجلس الاداره. طبعا انا كنت حابب جدا ان احنا نعمل تجربه شبابيه ناجحه، كنت بسعى ده دايما يكون من اولها لاخرها، طبعا بالاستعانه بكل مع كل الاحترام للخبرات اللي قبلنا والناس لا لا طبعا ده. طبعا دول الاساس، دول الاساس كان في تطور اي حاجه. صحيح صحيح، لكن ده الاساس، احنا لا نقدر نستغنى عنهم ولا نقدر ان احنا ما نهتمش برايهم، بالعكس لا، ده دورهم اكبر منكم في المسانده وفي الدعم وفي الخبرات الكبيره وكل حاجه. كابتن اسلام بس دلوقتي الكوره بقت علم. نعم. يا باشمهندس بقى في علم في الكوره. الكوره بقت علم. طبعا. صح. لازم. اتفضل يا باشمهندس. الحمد لله يعني توفيق كبير جدا من عند ربنا ان ربنا وفق التجربه دي كلها. يعني شكرا لحضرتك، دي اول مداخله ليا بعد الاحتفالات، سعيد جدا. صوتك باين، يعني انا مش عايز اطول عليك، ولكن الحقيقه الواحد انا شخصيا بعيدا عن اي حاجه الواحد بيبقى سعيد جدا 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 لما اولا اسماء شابه ومحترمه وابناء قيادات شابه، يعني قيادات كبيره زي الحاج محمود الشامي، يعني ده من الناس اللي ما يعرفش، يعني الحاج محمود الشامي لها تاريخ في محله وفي كره القدم المصريه وفي اتحاد كره القدم.
يعني يمكن الجيل بتاعنا يعرفه اكتر يعني. فالواحد بيبقى سعيد وسعيد اكتر واكتر بوجود نادي بلديه المحله، هذا النادي الكبير والعريق والجماهيري اللي ننتظر منه الكتير والكتير. انا عارف ان الموضوع صعب يا باشمهندس مصطفى، ولكن في النهايه هي ان شاء الله ربنا يكرمكم السنه الجايه بعيدا عن مباريات الاهلي بس. ان شاء الله ربنا يكرمكم طبعا السنه الجايه وتعملوا حاجه. متوقع ايه؟ الدنيا هتبقى ماشيه ازاي؟ ان شاء الله ان شاء الله باذن الله في اقرب وقت هنكون ان شاء الله قعدنا مع بعض وبدانا نفكر الموسم الجديد. ما لحقتوش لسه تحتفل بعد الموسم الشاق ده وترتاح ان شاء الله باذن الله نعمل. يا باشمهندس مصطفى بس ليه عندك رجاء؟ اتفضل. يا ريت زي ما انت خدت الفرقه الشبابيه ودعمت الشباب وشفت النتيجه والكوره بقت علم زي ما انت شايف، يا ريت ما تغيروش الجهاز الفني يعني. كمل الفكره للاخر. كمل كلامي. لسه كمل الفكره للاخر زي ما انت متبني الفكره كده، وانا بحييك وبرافو عليك. لازم دلوقتي الكوره بقت علم يعني، احنا احترمنا مع الاجيال اللي كانت قبل كده وصل ليميت معين، بس الكوره كل يوم فيها تطور بشكل كبير. فاتمنى ان انت تحافظ على الكوادر اللي موجوده، وده اللي ناقصنا الفتره اللي فاتت كلها، لازم تعمل كوادر رياضيه بشكل مميز. انا بص، عشان انا في حاجات انا عانيت منها، فانا اكيد عمري بعملها مع حد، بالعكس انا عايز التجربه كلها تنجح. فان شاء الله باذن الله يكون الموسم الجديد الدوري ممتاز، قصه نجاح لتجربه جديده ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله وتاكيد على نجاح اللي احنا عايزين نوصله يعني. لو احمد كمل يعني اعتقد انه هيبقى اصغر مدير فني. طبعا اعتقد يعني هو اصغر مدير فني واصغر رئيس نادي وكده، واصغر رئيس نادي. طب ما انت خلي بالك اصلا اللي مسك بره بقول لك نفس الكلام. الموضوع كله حلو الحمد لله. في توفيق، ما تغيرش بقى يا باشمهندس، خليك زي ما انت. ربنا يكرمكم طبعا يا باشمهندس. انا يعني مش عايز اطول عليك، ولكن ان شاء الله يبقى لينا حلقه مع بعض. انا اللي بشكرك جدا والف الف مبروك ان شاء الله، ودايما بنسعد بوجود هذه الانديه الكبيره والعريقه. شكرا جزيلا لحضرتك والف الف مبروك.